تبيها كذي؟ اوكي. دكتورة بدرة تقول انك رافض تعليم بنتك. المدارس الخاصة حق الناس المتكبرة. وانا بنتي مو متكبرة. بعدين ايش في تعليم الحكومة؟ شوف ايش سوى. زين قول لي. قول لي، ليش ما قلت لي؟ ليش تفاجئني كذي؟ لو قايلت كان ما استمتعت بهالمنظر. رايحة تركضين حق البابا عشان يدفع لك مصاريف المدرسة؟ ما تدرين؟ ما تدري. البابا الصحفي المرموق غصب قدر يدفع فلوس التسويه. التسويه يا عمر؟ تعويض ال 13 سنه اللي تحملتك فيهم وصرفت فيهم عليك. ايش رايك بالسياره الجديده اللي برا؟ حلوه مو؟ مسكين فلس من وراك. ما قدر يتحمل الشايب.